أكد حكماء وأعيان وادي لبوانيس على وقوفهم بجانب القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في حربها على الإرهاب. الاجتماع جاء مع آمر عمليات القوات الجوية لواء محمد المنفور، وذلك في إطار بحث الأوضاع في المنطقة وفرض القانون. يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قد أمر بانطلاق عملية فرض القانون في الجنوب الليبي. أمن ليبيا من أمن الجنوب، وأن العمق الاستراتيجي لليبيا هو الجنوب، ونحتاج هنا حاليا إلى تضافر الجهود، إلى توحيد الكلمة، إلى توحيد الصف، حتى نقف ونتمنى من المؤسسة العسكرية والناس العسكرية في الجانب، لأن هذه المرحلة تعتبر هي مرحلة تأمين ليبيا بالكامل. وإحنا الحقيقة أهل الجنوب بالذات الحقيقة ممتعضين امتعاض كامل من 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 كافة الأجسام الآن الموجودة الآن في حكوماتنا في الشرق ولا في الغرب، لأن ما فيش حاجة فعلية يلمسها المواطن في الجنوب يقول أنا هذه بالفعل موجودة دولتي وحكومتي والله من تأمن لي حياتي. المفترض أن الصورة تكون واضحة بهالشكل، وما في حل، ما فيش حل إن القوى إن الجيش يفرض كل الجنوب رابون كل الجنوب مع القوات المسلحة في الوصول إلى إن فلزان تبدأ هنا. ما في خلاف، واحد ما فيش واحد عنده باستثناء اللي عنده شيء في راسه. نحن كل القبائل الليبية عندنا سواء، نمنع التقاتل، وهذا تمشيا مع ديننا الحنيف ان اذا يعني فئة بغت على فئة اخرى فنقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله، وهذا يعني مقاتلتها بتعليمات وبمساندتكم انتم وبمشورتكم انتم في رايكم انتم. ليش؟ لأنكم أنتم هم أهل الحل والربط في هذه